التواصل يستمر مشاهدينا متابعينا الكرام، والأشواط تتوالى بالانطلاقات الجميلة والرائعة على أرضية ميدان المرموم كالعادة دائما بهذه الاندفاع والانطلاقة. بدأت الجولة الثالثة كذلك حاملة هذه الأسماء وهذه الشعارات. انطلقنا مع الشوط التاسع في أشواط صباحي هذا اليوم ليحمل في طياته الأبكار الثنايا المحليات الأصايل التي تندفع حاملة كذلك آمال مع المشاركين في تحقيق الفوز والناموس في 8 كيلومتر. نبحر مع المراكز الأولى ونتعرف على المقدمة. هذه تتقدم في هذه اللحظة مرعوبة على مقدمة الشوط أو مرعبة تأتي في المركز الأول، يقدمها محمد بن مطر بن راشد بن رقراقي المزروعي على رأس الحربة، يقدم مرعوبة على مقدمة هذا الشوط. بينما المركز الثاني الشاهينية سعيد بن خليفة بن حمدان الفلاسي يقدم الشاهينية على ثاني المراكز بهذا الاندفاع. بينما المركز الثالث هذه تواجدت سمحة على المركز الثالث، عبد الله بن المر بن سعيد بن حلوة يأتي على ثالث المراكز. بينما المركز الرابع رابع المراكز، شوف الانطلاقة، هذه ثمينة أهلال بن عيضة بن أهلال المزروعي يقدم ثمينة على المركز الرابع. بعد ثمينة ناخذ المركز الخامس، وهايب تأتي في المركز الخامس، يقدم وهايب علي بن راشد بن سيب الشاوي الغفلي على المركز الخامس. أما المركز السادس فبنلقى فيه الوثبة تنطلق في هذه اللحظات، وحمد بن راشد بن غدير يقدم الوثبة على المركز الخامس أو السادسة هذه. أما المركز السابع شوف الانطلاق، منصور وعمر بن مصبح أبو هليبة المنصوري بن صياح المنصوري يتقدم في هذه اللحظة. بينما هناك العين سعيد بن محمد بن ذويب العامري يقدم العين على المركز التاسع والمركز العاشر. هذه محبة سعيد بن عبد الله بن سعيد العامري. هذه النتيجة للمراكز الأولى المتقدمة في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق. وهناك أيضا أعود إلى المراكز الأولى، أعود إلى الانطلاق الأول في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق الجميل. عودة حميدة على المركز الأول، ونسير هناك لنشاهد شعارك يا برقراقي. مرعبة على مقدمة هذا الشوط، تسير بالمركز الأول محمد بن مطر بن راشد بن رقراقي المزروعي على رأس الحربة. تطير الحمام ما شاء الله، تندفع وتقود الثنايا الأبكار. تليها في المركز الثاني وبمعيتها الشاهينية سعيد بن خليفة بن حميدان الفلاسي يأتي على المركز الثاني، يقدم هذه الانطلاقة بالذويب وشعار الأبجر غادم في هذه الانطلاقات. العين سعيد بن محمد بالذويب العامري يأتي في هذا الانطلاق. بينما التدخل في هذه اللحظات والتقدم ما شاء الله، تواجدت هذه محبة تاتي وصالح بن محمد بن سالمين العامري يقدمها، اتت من المركز العاشر تقريبا او التاسع، بدلت الامور وانطلقت الى التنافس على شرف الفوز والناموس. بينما المركز الخامس خامس المراكز مشاهدينا متابعين الكرام، هذه وهايب علي بن راشد بن سيب الشاوي الاغفلي على المركز الخامس. المركز السادس تقدمت فيه ووصلتنا في هذه اللحظة، هذه سمحة عبد الله بن المر بن سعيد بن حلوة يتقدم مع المركز السادس. نكمل ندانا وناخذ المركز السابع لنتابع كل المراكز العشر
الوثبة حمد بن راشد بن غدير الواثق يقدم الوثبة على سابع المراكز. أما المركز الثامن فبنلقى في ثامن المراكز هذه منصورة، منصور عمر بن صياح وهليب المنصوري يتقدم في هذه اللحظات، يأتي بهذا الاندفاع. والمركز التاسع هذه تواجدت ثمين هلال بن عيضة بن هلال المزروعي. والمركز العاشر هذه العاشرة تأتينا في هذه اللحظات اللي هي سيادة وعبيد بن خليفة بن عبيد بن حميدان. هذه النتيجة، هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للمراكز الأولى في هذا الاندفاع. إذاعة الثانية للعشر دعناها إلى حضراتكم وانطلقنا مع الأربعة كيلومترات مع منتصف المسافة مع الغافات ومع الأربعة كيلومترات ومع منتصف مسافة الثمانية كيلومتر لتتبقى أربعة وتنتهي أربعة كيلومتر مع رقص الكبار الثنايا في هذا الاندفاع وعودة إلى المركز الأول وإلى الانطلاق الأول في هذا المسار وفي هذا الاندفاع. نعود مرة ثانية إلى برقراقي، يلا بالرقراقي المزروعي، هذا الشعار المتمرد، هذا الشعار الذي قدم قبل فترة في الرياضة إنجازات وتضمير والكثير وحمل اسم المتمرد في المضمرين بالرقراقي. بالرقراقي يتقدم على مقدمة الشوط ويقود هذا المسار، يقود هذا الانطلاق. هذه مرعبة، مرعبة على المركز الأول، محمد بن مطر بن راشد بن سعيد بن رقراقي المزروعي على رأس حربة الشوط على المركز الأول ويتقدم. وبالذويب في هذا الانطلاق، بالذويب قدم أيضا سلالات، قدم إنجازات، قدم الكثير والكثير، ولكننا نوجه له مطالبة في هذا العام وفي العام الماضي، يعني عودة نبا عودة، عودة للإنجازات السابقة يا بالذويب، من الحريصين على دائما المشاركات والمشتريات والكثير والكثير لعزز هذا الشعار وهذا التنافس وجماهيره. هذه العين، العين اللي تتقدم مشاهدينا متابعينا الكرام، واحد شبابنا يقدمها وينطلق في هذا الاندفاع سعيد بن محمد بن ذويب العامري، وواصل بو محمد صالح بن سالمين يقدم محبة، يقدم محبة في هذا المنطلق. صالح بن محمد بن سالمين العامري الذي يقدم ما شاء الله استعداد باين وملحوظ وجميل في هذا الموسم مع هذا الشعار ومع الانجازات ومع التحديات. شوف الثلاث ما شاء الله، الثلاث المراكز فردا عن البقية، انطلقا عن البقية، ناخذ المركز المركز الرابع، المركز الرابع في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع الشاهينية، سعيد بن خليفة بن حميدان الفلاسي على رابع المراكز. والمركز الخامس، الخامس في هذا الاندفاع والانطلاق وهايب علي بن راشد بن سيب الشاوي ياتي بوهايب. هذه الخمس المراكز الأولى، شوفوا حمد هناك السادسة مع هذا الانطلاق مع هذا الاندفاع. بن حلوة، بن حلوة عبد الله بالمر بن حلوة من خلال شعاره في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق، من أحد شباب الخوانيج كذلك المقدم النوعيات في هذا الاندفاع. اكتفي خلاص بهذه الأسماء وأعود وأتابع التغييرات وأتابع المراكز الأولى، المراكز الأولى في هذا المسار في هذا التحدي في هذه الأثارة الحاضرة. نعود إلى بالذويب، نعود إلى بالذويب اللي يسيطر على المقدمة
اللي يقود مسار الشوط بتحدي واثاره. هذه العين سعيد بن محمد بن ذويب العامري على راس حربة الشوط وعلى المركز الأول مسيطر في هذا الاندفاع وفي هذا الانطلاق. محبة، هذه محبة، صالح بن محمد بن سالمين يتقدم مع محبة في المركز الثاني في الانطلاق، بينما المركز الثالث مرعبه مرعبه محمد بن مطر بن رقراقي المزروعي على المركز الثالث. هذه الثلاث المراكز الاولى اللي بدأ من البدايه بيتبادل المراكز، كانت القياده مع مرعبه، وايضا تقدمت العين وايضا تاتينا، ولكن محبه ايضا خطيره. ثلاث المراكز وهناك الجماعه بنشوف اذا حد من الجماعه قادمون ورافعين شعار نحن قادمون. اشوف تحرك هناك، تحرك 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 على المركز الرابع. هذه اللي هي نهابه تاتي في هذه اللحظات. نهابه سعيد بن وهايب وهايب علي بن راشد بن سيب الشاوي تتقدم، ولكن الله يا سلام يا سلام، الكيلو الأخير بالذويب ينطلق مع المقدمة، ينطلق مع هذا الاندفاع. بالذويب يتقدم مشاهدينا الأعزاء على مقدمة الشوط، يبغي النقطة الثانية. العين تتصدر، العين تتصدر دائما العين في هذا الاندفاع، وسعيد بن محمد بالذويب العامري يقدم العين اللي بالمركز الأول. ما شاء الله، هذا الأداء الجميل، هذا الاستعداد الرائع، هكذا تعودت جماهير بالذويب لشعاره وإنجازاته وتحدياته دائما وإثاراته عبر هذا الانطلاق وعبر الإعلام. شكرا يا بالذويب، شكرا. أوجه تحية وتقدير وناموس لمحمد بالذويب داعم هذا الشعار. أسعد الله صباحك، المؤسس لهذه السلالات ولهذه الانطلاقات الجميلة. تهانينا وناموس. اللحظات الأخيرة استراحت المحارب، خلاص خلاص خلاص، لا تحركها لا تحركها. يا سلام، ما شاء الله، بسم الله على هذا الأداء واللحظات الأخيرة انطلاقات الأخيرة في هذا المسار وفي هذا الانطلاق. العين 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 سعيد بن محمد بالذويب العامري، تهانينا وسلام عناوي، سلام صباحي من المرموم على هذا الفوز واللحظات الوصول والفوز والناموس. المركز الثاني سمحة في المركز الثاني، عبد الله بن المر بن سعيد بن حلوة هو المركز الثالث، سايل الجمري شوي ثالثة. هذه محبة لصالح بن محمد بن سالمين العامري. المركز الرابع هذه لعتيجة بن مطر القبيسي، والمركز الخامس مرعبة لبرقراقي محمد بن مطر برقراقي المزروعي. هكذا كانت النتيجة. نعود مع مخرجنا للتوقيت الزمني 12 دقيقة 59 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا لسعيد بن محمد بن ذويب العامري على فوز العين بالمركز الأول، وسلام وتحية من المرموم. المركز الثاني 13 دقيقة وثلاث ثواني بالوفاء والتمام، تهانينا لعبد الله بالمر بن حلوة. المركز الثالث ثلاثة عشر دقيقة وست وتسع ثواني، جزء واحد من الثانية. هذه لصالح بن محمد بن سالمين العامري، تهانينا والناموس للجميع.